السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني حاجة ما تنساش لايك للفيديو. تالت حاجة ما تنساش كومنت في التعليقات. نخش بقى في الموضوع بتاعنا مباشرة. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جميل جدا وسريع جدا، بيتكلم عن حل مشكلة لوحة المفاتيح في هواتف الأندرويد. تمام، طبعا في هواتف سامسونج تنفع الطريقة وجميع الاندرويد. نخش في صلب الموضوع. الموضوع طبعا سهل وبسيط جدا جدا. هتخش بالشكل دوت على الضغط. تمام، جميل جدا. بعد كده طبعا هتتجه للاسفل وتضغط على التطبيقات بالشكل دوت. لو اتجهت للاسفل تمام، مش هتلاقي لوحة المفاتيح عشان تضغط عليها. تمام، فانت عشان تجيبها بشكل سريع هتضغط بالشكل دوت على الثلاث نقط اللي في الاعلى بالشكل دوت. جميل جدا. بعد كده هتضغط على اظهار تطبيقات النظام بالشكل ده. تمام، جميل جدا. بعد كده بتتجه للأسفل بالشكل دوت وهتضغط على لوحة المفاتيح. طبعا احنا بندور عليها بالشكل دوت وتتجه للأسفل لحد ما تدور عليها وتلاقي لوحة مفاتيح سامسونج. سامسونج علشان الهاتف بتاعي هاتف سامسونج بس كده. بتضغط طبعا على مكان التخزين بالشكل دوت، جميل جدا. وبتضغط على مسح التخزين المؤقت بالشكل دوت. وبعد كده بتضغط على مسح البيانات بالشكل دوت وبتأكد له على المسح، جميل جدا. بعد كده بتضغط على الخطوة اللي قبلها وتضغط على إيقاف إجباري بالشكل ده وتضغط بتأكد له ان انا عايز اعمل ايقاف اجباري بالشكل ده. طيب لحد كده جميل، جميل جدا. هتلاقي الموبايل بتاعك لوحة المفاتيح لو فيها اي مشكلة هتلاقيها اتحلت بس كده. طبعا ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى، ولو انت متابع معايا اخر الفيديو تمام حط كومنت لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.